قابلت ازاي بقى الناس؟ بتخش على دي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أي طالب، أي طالب قدام التلفزيون، ابعد عن التلفزيون، مش عايز أي صوت للموبايل. خلاص اقعد في غرفة كده مغلقة عشان تعرف تفهم. النهاردة في نحو، فلازم الطلاب كلهم إيه يفهموا كويس. مستر نحو يعني هنلعب وكده. صوت الموبايل بعد إذنك اقفله. عايزين نخش نقفل. نبدأ بقى. بسم الله. خلاص الناس كلها كده جاهزة؟ يس. توكلنا على الله. هبدأ. جميع الطلاب جاهزين؟ نعم. تمام. بسم الله توكلنا على الله. سامع حاجة؟ ممكن يا حمزة تبطل أكل بعد إذنك وأنت قاعد في المحاضرة؟ لو سمحت يعني. ماشي. مش شايف غير مربعات بس، أعمل إيه؟ في صورة جامع يا مستر. جامع. ما فيش صوت؟ ما فيش صوت؟ لا في في لا فيش. ما فيش صوت. ما فيش صوت. صوت. في صوت جامع. بس أنا شايف مربعات بس. مستر ما فيش صوت. مش شايف حاجة. طيب. بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي علم بالقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أفصح العرب لسانا وأوضحهم بيانا، وعلى آل بيته الطيبين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي الطلبة، اليوم درسنا بعنوان إعراب المثنى. في البداية
أحب أن أشير إلى مستر صوت يا مستر كل شوية يعمل ويف. في البداية أحب أن أشير إلى أن الاسم ينقسم من حيث العدد إلى مفرد. طبعا قبل ما نخش قبل الدخول في شرح إعراب المثنى هنتعرف الأول ما الاسم المفرد وما الاسم المثنى وما الاسم الجمع. الاسم ينقسم من حيث العدد إلى اسم مفرد. طبعا الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، واحد مثل طالب أو واحدة مثل طالبة. أما الاسم المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، اثنين مثل طالبان أو طالبتان. أيضا الاسم ينقسم من حيث العدد إلى اسم جمع وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. طبعا أكثر من اثنين عندما أقول لك طلاب ده أكثر من اثنتين، أيضا أكثر من اثنتين أكثر من اثنين معذرة اللي هم طلاب، أكثر من اثنتين بقى اللي هم طالبات. تعريف المثنى. ألو أنا شايف مربعات. تمام. تعريف المثنى هنبدأ بقى نشرح إعراب المثنى. جميع الطلاب كده امسك ورقة وقلم، أي حاجة مش فاهمها سجلها عندك. فأنا بعد الشرح تماما هسأل جميع الطلاب هل في أي مشكلة واجهت أي طالب. نسجلها على إيه عشان ما سمعتش؟ كل الطلاب يمسك ورقة وقلم، أي شيء أنت مش فاهمه سجله ورايا خلاص، بحيث أن أنتهي تماما من الشرح بعد كده هسأل جميع الطلاب لو في أي مشكلة أنت مش فاهمها. أول حاجة هنعرف المثنى. تعريف المثنى هو اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون. كل شايف المؤشر بتاع الماوس؟ ايه نعم. تمام. يبقى تعريف المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون خلاص أو ياء ونون على مفرده، ويفتح ما قبل هذه الياء طبعا ونونه مكسورة دائما. طبعا أنا مش فاهم العنوان طبعا التعريف ده مكسورة دائما. هنبدأ نشرح العنوان بالتفصيل جدا عشان أوصل لك المعلومة بكل سهولة. خلاص، أول حاجة في تعريف المثنى لابد أن يكون اسما، لابد أن يكون إيه؟ اسما. يعني كلمة يشربان هذه الكلمة ليست من المثنى. خلاص ليست، خلاص لا تعتبر من المثنى. لماذا؟ لأنها مش اسم. خلاص فعل، يبقى كده نحذفها تماما إيه؟ من المثنى. تاني قسم في العنوان أن يدل على اثنين أو اثنتين. كلمة عثمان هذه الكلمة لا تدل على اثنين أو اثنتين. خلاص تكتب الكلام ده؟ لا ما تكتبش، انت افهم معايا. ماشي. خلاص انا بفسر لك العنوان بطريقة سهلة عشان تفهمه بايه، بطريقة يسيرة وسهلة. فالاسم اول حاجة المثنى اسم، معنى ذلك انه لا ايه، ليس فعل، حتى لو كان الفعل بينتهي بالالف والايه، بالالف والنون. خلاص يبقى يشربان هذه الكلمة ليست ايه، ليست معنى. القسم الثاني من التعريف أن يدل على اثنين أو اثنتين. طبعا كلمة عثمان على الرغم أنها تنتهي بالألف والنون إلا أنها ليست إيه؟ كلمة مفردة مثنى، لا تدل على اثنين أو اثنتين، فأيضا ليست عثمان إيه؟ معنى. وكلمة حيتان على الرغم أنها تنتهي بالألف والنون إلا أنها برضو جمع. خلاص خلاص لا تدل على إيه؟ لا تدل على اثنين أو اثنتين. اتفقنا؟ يبقى كلمة حيتان أيضا ليست إيه؟ معنى. القسم الثالث أو
الشرط الثالث في تعريف المثنى أن نزيد خلاص ألف ونون أو ياء ونون خلاص على مفرده. معنى ذلك أدي كلمة طالب أهي. طالبان. طالب كلمة مفردة صحيح؟ الألف والنون اللي زادت عليها دي ألف ونون زائدتين. خلاص زائدتين. لو إيه؟ لو شلنا لو حذفنا الألف والنون هتبقى طالب صحيح؟ يبقى ديت إيه؟ يبقى دي مثنى. دي إيه؟ طيب كلمة رمضان. الألف والنون هنا زائدتان على المفرد يعني ينفع أقول رمض؟ لا. لا طبعا. يبقى الألف والنون هنا إيه؟ مش زائدتان، ليست إيه؟ ليست مثنى. يبقى هاي الألف والنون من أصل الإيه؟ من أصل الكلمة، يبقى ديت ليست إيه؟ مثنى. كده الناس فاهمة كده؟ ليست. القسم الرابع بقى من التعريف لابد إن إحنا يفتح ما قبل ياء المثنى. نفتح ما قبل ياء المثنى، والنون المثنى دايما ايه؟ مكسوره. يعني هذا المثال كده مسلمين، شايفين الياء دي؟ قبل ياء المثنى لابد ان نفتح الحرف اللي قبل ياء الايه؟ اللي قبل ياء المثنى. والنون المثنى زي ما انتم شايفين كده يا ابطال تكون مكسوره ايه؟ دائما. يبقى هذه كلمه مثنى. طيب الكلمه ديت بقى مسلمين، شايفين الحرف اللي قبل ياء؟ ايوه مش عارفه. مش خلاص دي جامعة يعني. دي جامعة لان الحرف اللي قبل الياء ميم على كسر. مكسور. يبقى شرط من شروط المثنى، نرجع مع بعضينا كده، ان يكون اسما. يعني كلمه اسم دي بتخرج لي الفعل اللي هو ايه؟ اللي هو بينتهي بالالف والنون. تاني حاجه يا ابطال، القسم الثاني من تعريف المثنى ان يدل ان يدل على اثنين او اثنتين. يعني الكلمه المفرده اللي بتنتهي بالالف والنون ليست معنى خلاص، والكلمه اللي هي الجمع اللي بتنتهي بالالف والنون ايضا ليست ايه؟ معنى. الشرط الثاني خلاص في تعريف المثنى ان ينتهي بالف ونون او ياء ونون خلاص زائدتان على مفرده. فمثلا طالبان هذه خلاص الالف والنون هنا خلاص ليست من اصل الايه؟ من اصل الكلمه خلاص، لكنهما ايه؟ ولكنهما خلاص زائدتان خلاص. اما رمضان هنا الالف والنون من اصل الكلمه، فهذه ليست كلمه مثنى. الشرط الرابع ان بص الحرف اللي قبل ياء المثنى لابد ان يكون ايه؟ مفتوح. النون تحت المثنى لابد ان تكون ايه؟ مكسوره. مكسوره. وده عكس الجمع. شايفين جمع المذكر ده؟ الميم بتبقى ايه؟ بتبقى مكسوره، والنون بتبقى ايه؟ بتبقى مفتوحه. يبقى دوت ايه؟ كلمه مسلمين دي ليست معنى. طب واحد يقول لي يا استاذ دلوقتي ما هو ممكن يجيب لي كلمه مسلمين خلاص في الامتحان في القطعه، اعرف ازاي؟ ما هو كلمه مسلمين لن تاتي مشكله في الايه؟ لن تاتي مشكله في القطعه. اعرف ازاي دي ان ديت بقى مسلمين او مسلمين؟ اقول لك تعرفها من خلال السياق. يبقى من خلال السياق استطيع تحديد ايضا المثنى، مش من خلال التشكيل بس لا، يبقى من خلال السياق استطيع ايضا تحديد المثنى او الجمع المنتهي بالياء والايه والنون. فمثلا لو قلت رايت المس دي ممكن تقرا مسلمين ومسلمين، لكن لما شفت الفعل يطوفون يبقى عرفت ان ديت ايه يا بطل؟ ان دي جمع خلاص وليست مثنى، لان السياق خلاص السياق حدد لي ان هذه الكلمه ليست ايه؟ ليست من المثنى. يعني يا مستر بعرفها من اصل الجمله. ممكن يجيب لك كلمة مسلمين خلاص مسلمين غير مشكلة. احنا بنعرف منين؟ ايضا من غير التشكيل بنعرف من خلال السياق. فلو قلت لك رأيت المسلمين يطوفان، ما هي المسلمين ديت ممكن تقرأ المسلمين ايضا، ولكن من خلال السياق يا بطل تستطيع انك ايه؟ انك تحدد هذه الكلمة من الايه؟ من المثنى. يبقى ديت المسلمين هذه الكلمة من الايه؟ مثنى. طيب كده فهمنا تعريف المثنى. يبقى المثنى لابد ان يكون اسما، لابد ان يكون خلاص ان يزاد في اخره الف وايه؟ الف ونون او ياء ونون خلاص. نون المثنى دايما مكسوره خلاص. ايضا الحرف اللي قبل ياء المثنى لابد ان يكون ايه؟ ان يكون مفتوحا. اتفقنا؟ يبقى لاحظ ايضا طلاب الكرام ان في بقى قاعده لابد ان تنتبه اليها.
الكلمة المفردة مثلا اللي هي بتنتهي بتاء مربوطة زي وردة ديت، جالك في الامتحان قال لك مثلا سني هذه الكلمة، القاعدة بتقول إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة لابد أن تفتح التاء خلاص، ونقوم في النهاية بزيادة الألف والإيه والنون. بص بص، تتحول التاء المربوطة إلى تاء إيه؟ إلى تاء مفتوحة، إلى تاء إيه؟ مفتوحة هكذا. مفتوحة. تمام؟ وفي الآخر بقى نزود الألف والإيه والنون أو الياء والنون، يبقى وردة تتحول إلى وردتان، شايفين النون المثنى دايما مكسورة إزاي؟ أو وردتين بهذا الإيه؟ بهذا الشكل. أيضا كلمة شجرة تنتهي بالتاء الإيه؟ تنتهي بالتاء المربوطة. عند تسنية هذه الكلمة بنفتح الإيه؟ بنفتح التاء هكذا. بنفتح التاء. ونزيد إيه؟ ونقوم بزيادة إيه؟ الألف والناء والنون. شجرتان أو شجرتين. خلاص، ونقوم بزيادة إيه؟ ألف ونون أو ياء ونون. أو ياء ونون. طيب، يبقى كده المثنى يتضح لنا إن الكلمات الآتية ديت، خلاص عندنا الكلمات الآتية ديت اللي هي عبارة عن إيه؟ طبيبتان، خلاص، كتابين، وقلمان. مثنى، كل الكلمات دي مثنى. ليه؟ لأنها مطابقة للشروط اللي احنا خدناها. إيه هي الشروط؟ أول حاجة يا بطل إن هي إيه؟ اسم. إن هي إيه؟ يبقى طبيبتان اسم، وكتابين اسم، وقلمان أيضا إيه؟ اسم. خلاص، ليست هذه الكلمات إيه؟ مستر، في حاجات صوت ظاهرة عندي. خلاص، أنت عندك مشكلة، حاول تعالجها. جميع الطلاب شايفينه كله تمام؟ وعندي كمان يا مستر. تمام، وعندي كمان برضه. خلاص، طيب، حاول تعالج المشكلة من عندك. طيب، بعد كده الشرط الثاني في الثلاث أسماء دول يدل على اثنين أو اثنتين. طبيبتان تدل على اثنتين، كتابين يدل إيه؟ تدل هذه الكلمة على اثنين، قلمان هذه الكلمة أيضا تدل. يبقى الشرط الثاني تحقق أم لم يتحقق في الكلمات الثلاثة؟ تحقق. الكلمات ديت ما زالت إيه؟ ما زالت معنا في المثنى. كل الكلمات دي أخرها ألف ونون أو ياء ونون ولا لا؟ لو شلنا كلمة، لو شلنا، هل الألف والنون أو الياء والنون دي زائدة على المفرد؟ لو شلناها نقول قلم. قلم، يبقى الكلمة المفردة إيه؟ خلاص، سليمة. يبقى كده إن الألف والنون دي زائدتان أو زائدتين، ليست من أصل الإيه؟ الإيه؟ الكلمة. رابع حاجة، يفتح ما قبل إيه؟ يفتح ما قبل ياء المثنى. ولذلك نجد كتابين ياء المثنى موجودة هي، صحيح؟ والباء عندنا مفتوحة. يبقى الشرط الرابع إيه؟ الشرط الرابع تحقق، يبقى يفتح ما قبل ياء المثنى. ونلاحظ جميع النون إيه؟ النون عندنا جميعها إيه؟ مكسورة. يبقى معنى ذلك أن جميع هذه الكلمات، خلاص، أن جميع هذه الكلمات من المثنى، لأنها اسم تدل على إيه؟ كل كلمة تدل على اثنين أو اثنتين. خلاص، والشرط الثالث تحقق، الثالث تحقق، وأيضا الشرط الرابع إيه؟ يبقى كده تعرفنا معا طلاب الكرام على تعريف المثنى، وعرفنا إزاي نعرف الكلمة دي مثنى ولا مش مثنى من خلال أربعة إيه؟ أربعة شروط. يبقى التعريف بيسهل علينا الايه؟ بيسهل علينا الحكايه. خلاص، الناس كلها تحفظ الاربع شروط ديت، ان يكون اسما، ان ينتهي بالالف والنون او الياء والايه والنون الزائدتين. خلاص، النون المثنى دايما ايه؟ النون المثنى دايما ايه؟ مكسوره. خلاص، يبقى الناس كلها تحفظ الايه؟ الشروط دي دايما قبل ياء المثنى بتبقى ايه؟ بتبقى إيه؟ الحرف اللي قبل ياء المثنى بيبقى مكسور. طيب، نبدأ نعرف بقى الايه؟ المثنى. عندنا علامتان للايه؟ للمثنى. اول علامة اللي هي الايه؟ الالف. طبعا معروف ان لو جالنا خدنا قبل كده ان الكلمة اما ان تكون مرفوعة بالضمة، صح، او مكسورة بالكسرة، او مفتوحة بالايه؟ خدنا في سنة رابعة بالضمة. خدنا في سنة رابعة لو الكلمة مبتدأ او خبر او فاعل ترفع بالضمة، صحيح؟ ولو كان قبلها حرف جر تجر بالكسره، صحيح؟ صح. ولو كانت مفعول به تنصب بالفتحه، اليس كذلك؟ لا بل. لا. طيب، هنا بقى عندنا علامات المثنى تختلف تماما. العلامات اللي انا قلت عليها من شويه دي اسمها علامات اصليه، اللي هي الضمه والفتحه والايه والكسره. اما هذه العلامات علامات غريبه، وهي علامات يطلق عليها علامات فرعيه.
اول حاجه اول حاجه اول علامه خلاص الالف، يبقى انت اي حاجه مرفوعه سواء كان الكلمه مبتدا او خبر او فاعل يبقى علامه رفعها بقى الضمه. لا الالف. هيبقى لو كلمه مثنه تبقى علامه رفعها الايه؟ الالف. الالف. طب لو الكلمه قبلها حرف جر او قبلها او او او, أو موقعها الاعرابي مفعول به، اسم مجرور مكسور بال مجرور بالياء، يبقى عندنا على علامه المثنى اول علامه الايه؟ الالف. اذا كان ايه بقى يا بطل؟ قال لك اذا كان المثنى مرفوعا، اي اذا كان ايه؟ اي اذا كان مبتدا او خبرا او فاعلا، يبقى اي كلمه مثنى، اي كلمه مثنى وقعت مبتدا او خبرا او فاعلا خلاص تبقى مرفوعه وعلامه رفعها الايه؟ الالف. طب تعال نشوف كده مثال اعرابي عشان يتضح بالمثال، يتضح الايه؟ يتضح المقال. لو قلنا الولدان، شايفين النون المثنى مكسوره ازاي؟ رفيقاني. تعال كده نشوف، هل الكلمات دي اسم؟ اسم. تنتهي بالالف والنون؟ او الياء والنون، يبقى تنتهي بالالف والايه؟ والنون. طيب خلاص، يبقى الكلمات دي ايه؟ اسم. طب الالف والنون دي زائدتان على المفرد؟ الولد. يبقى مش اصليتان في الايه؟ في الكلمه. طب لما نيجي نعرف بقى، مش الكلمه ديت ازاي نعرف؟ ركز بقى معايا، علشان نعرف لابد ان نحدد، نعرف نعرب لابد ان نحدد الجمله، نحدد نوع الايه؟ مبتدا والخبر. الجمله دي اسميه ولا فعليه؟ والله لو اسمية. لو جمله اسميه يبقى تضع في ذهنك ركنين اساسيين، المبتدا والخبر. مبتدا والخبر. طب لو جمله فعليه لابد ان تضع في ذهنك فاعل وفاعل، فاعل ومفعول به، واحيانا ياتي المفعول به لانه ركن ايه؟ ركن ليس اساسيا، لانه ايه؟ ركن ليس اساسيا. طيب هنا هذه الجمله من اجل ان نستطيع ونتمكن في الاعراب لابد ان نحدد مره اخرى، ان نحدد نوع الجمله. هذه الجمله جمله اسميه لانها بدات باسم، الولدان نشيطان. ما دامت جملة اسمية يبقى لابد أن أضع في ذهني الركن الأول اللي هو المبتدأ، فالولدان هذه مبتدأ، لأنها كلمة مبتدأ يعني إيه؟ المبتدأ هو الذي تبدأ به الجملة الاسمية، ولذلك سمي إيه؟ سمي مبتدأ. طب الخبر نعرفه إزاي؟ قال لك الخبر هو الذي يتمم معنى المبتدأ. خبر يعني إيه كلمة خبر؟ ليه سموه خبر أصلاً؟ قال لك به تحدث الإفادة وبه يخبرنا عن المبتدا. فلو قلت لك الولدان وسكت لم تحدث الافاده، لم تحدث الايه؟ لكن لو قلت لك نشيطان من هنا حدث الخبر، ادم حاتم وعمر احمد صلاح قاعدين يتخانقوا في وحدثت الافاده. مش عايز بقى كلام اثناء الشرح، وهم فعلا بيعملوا كده. طيب يبقى الولدان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ اوعى تقول الضمه، الضمه ديت لو كانت الكلمه مفرده، اما هنا الكلمه ايه؟ مثنى، ولذلك قلنا مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه ايه؟ لانه مثنى. الكلمه الاخرى التي حققت الافاده وبها خلاص استطاع تمت تم معنى المبتدا، نشيطان، الولدان نشيطان، يبقى هذه الكلمه تعرب خبر مرفوع علامه رفعه الايه؟ اوعى تقول الخبر مرفوع علامه رفعه الضمه، هذه كلمه مثنى، يبقى لابد ان تقول خبر مرفوع علامه ايه؟ رفعه الالف. رفع الالف لانه الالف. المثال الثاني جمله فعليه، يبقى اضع في ذهني فعل وفاعل، يستحيل ان يحدث الفعل دون في ايه؟ دون ايه؟ دون فاعل. لذلك كتب فعل ماض، يبقى ادور من الذي كتب، اسال عن الفاعل بمن؟ الولدان. من الذي كتب؟ الولدان. الولدان. يبقى الولدان دي فاعل، هم الفاعل، مرفوع وعلامه رفعه اقول الضمه الالف لانه الالف. اوعى تقول الضمه لان الضمه ديت للاسم الايه؟ المفرد. هذه كلمة هذه كلمه مثنى، يبقى لابد ان تقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه ايه؟ اوعى الضمه يا ابني، لو كان كتب الولد يبقى الضمه، لكن دي الولدان يبقى الالف. ايضا الالف. العلامه الثانيه من علامات اعراب الاسم الياء. الياء بقى يا بطل لو جاءت الكلمه اللي هي المثنى دي منصوبه او مجروره، يعني جت مفعول به منصوبه او جت اسم مجرور، في الحاله دي
خلاص تبقى منصوبة بالياء أو مجرورة بالإيه؟ أو مجرورة بالياء. ولذلك أول مثال بيقول لك عالج جملة فعلية، عشان تعرف تعرب لابد أن تحدد نوع الإيه؟ الجملة. خلاص هذه جملة فعلية يعني مكونة من فعل وفعل، وأحيانا يأتي المفعول إيه؟ وأحيانا يأتي المفعول به. عالج فعل ماض، فعل إيه؟ ماض. الطبيب فاعل، من الذي أسأل عن الفاعل بمن؟ من الذي عالج؟ الطبيب فاعل. الطبيب فاعل مرفوع، علامة رفعه هنا إيه بقى؟ الضمة. الضمة لأنه إيه؟ مفرد. تعرف مفرد. مسنة هيكون فاعل، لو كان لو كانت الكلمة مسنة ستكون إيه؟ ستكون فاعلا مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ الألف. لكن دي مفرد يبقى في الطبيب. آه لكن هذه الكلمة مفردة ولذلك تعرب إيه؟ فاعل مرفوع علامته إيه؟ وعلامة رفعه الضمة. نسأل بقى عن عالج الطبيب، عالج إيه؟ آه المفعول به قد يأتي وقد لا يأتي. هنا بقى أتى، خلاص؟ عالج الطبيب المريضين، شايفين؟ الحرف اللي قبل الإيه؟ قبل ياء المثنى مفتوحة اهو، ويون المثنى دايماً بتبقى إيه؟ مكسورة. المريضين هنا تتعرب إيه أبطال؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ممتاز، يبقى المريضين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. في مثال آخر، هو احنا مثلا في الامتحان هنكتب لانه مثنى؟ هتكتب انا عايزك تكتب الاجابه بطريقه نموذجيه. خلاص انت لو قلت مفعول به منصوب علامه نصبه الياء هتاخد الدرجه كامله، ولكن لما تقول له لانه مثنى، خلاص لان دي علامه فرعيه اصلا، معروف ان المفعول به بينصب بالايه؟ بينصب بالفتح. فكلمه الياء ديت حاجه غريبه، علامه ليست أصلية، علامة فرعية، ولذلك بنوضح للمصحح إن العلامة الفرعية ديت قلنا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. خلاص؟ دي حاجة يعني زيادة علشان تبقى إنسان كده متمكن متميز، عندك الإعراب إيه؟ عندك الإعراب كامل. طيب بعد كده جاء المثنى هنا مش مفعول به، لا ده جه مجرور بإيه؟ مجرور بعلى، ودي جملة ايه؟ خلي بالك جملة فعلية. اسم مجرور، اسم مجرور. لا لا ثانية واحدة، ما تجاوبش، ما تجاوبش لما اقول لك جاوب، اتفقنا؟ عشان الناس تسمع بوضوح. هذه الجملة من اجل ان استطيع واتمكن في الاعراب لابد ان احدد خلاص نوع الجملة. فهذه الجملة سلم المهندس على العاملين، سلم جملة فعلية فعل وفاعل، خلاص؟ هل جاء المفعول به؟ لم يأتي المفعول به، لماذا؟ لأنه ليس ركناً إيه؟ اسم مجرور إيه؟ ليس ركناً أساسياً، خلاص؟ مجرور يا مستر كمان. أساس إيه؟ أساسي. أساسياً. طيب. سلم المهندس على حرف جر، يبقى العاملين اسم مجرور بإيه؟ اسم مجرور بعلى وعلامة جرية لأنه مثنى. مجرور. إيه؟ مثنى. يبقى كده اتفقنا. يبقى دلوقتي يا أبطال عندنا علامتان من علامات الإيه؟ المثنى. أول علامة الألف، ثاني علامة الإيه؟ ثاني علامة الياء. متى يكون المثنى مرفوعا بالألف؟ لو لما يكون مثنى موقعها، اسمع يا ابني، متى يكون متى تكون الكلمة المثنى مرفوعة بالألف؟ بص بقى على الدوائر دي أهي، إذا جاءت الكلمة مبتدأ أو خبراً أو فاعلاً تكون الكلمة المثنى مرفوعة بالإيه؟ بالألف. طب متى تكون الكلمة المثنى منصوبة بالإيه؟ خلاص منصوبة بالياء ومجرورة بالياء؟ لو وقعت كده زي في المربع كده مفعول به، أو في المثلث اسم مجرور، في الحالة دي تكون مجرورة بالإيه؟ بالياء. في أي مشاكل؟ لا الناس كده فهم، الناس فهمت تعريف المثنى، وتستطيع الآن أن تعرب الكلمة المثنى؟ تمام. هنبدأ في تدريب بسيط كده، خلاص، من أجل أن نثبت القاعدة في إيه؟ في أذهاننا. أول حاجة، خلاص هقول الاسم والاسم إيه؟ هيبدأ يجاوب، خلاص أنا اللي هندى، ماشي؟ اتفقنا؟ محدش يجاوب بدون إذن. أول واحد حمزة محمد.
حمزة محمد سعد. حمزة محمد سعد. سني كلمة الطالب في الجمل الآتية. أول كلمة يا بطل. حمزة، الطالب مجتهد. تعرف تسني؟ خلي بالك من خلاص، عشان تسني الكلمة لابد أن تحدد موقعها الإعرابي. لو كانت الكلمة مبتدأ أو خبر أو فعل تحط لها ألف وإيه؟ ألف ونون. لو كانت الكلمة إيه مفعول به أو اسم مجرور تحط لها ياء وإيه؟ ونون. هنا هنا دي جملة إيه؟ الطالب مجتهد. جملة إيه يا حمزة؟ اسمية. جملة اسمية. جملة اسمية بتبدأ بمبتدأ وإيه؟ وخبر. طيب يبقى الطالب ديت هتقول هتزودها ألف ونون ولا ياء ونون حسب موقعها الإعرابي يا حمزة؟ ألف ونون. ألف وإيه؟ ونون. ألف ونون. إيه اللي عرفك إنك هتزودها ألف ونون؟ لأنها في المبتدأ. لأنها مبتدأ. يبقى كده هنقول الجملة على بعضها إيه يا حمزة؟ الطالبان مجتهدان. كده أنت ممتاز. الطالبان تمام. ماشي يا استاذ. الطالبان مجتهدان. بعد كده عندنا زياد وائل. كرم المعلم الطالب. أتزود الطالب دي ألف ونون أم ياء ونون؟ أول حاجة لازم تحدد نوع الجملة، جملة فعلية ولا اسمية، وتحدد إعراب، تحدد إعراب الطالب علشان تعرف تزود ألف ونون ولا ياء ونون. الطالب دي تتعرب إيه يا بطل؟ كرم المعلم الطالبة. الطالب دي تتعرب إيه؟ حمزة. أحمد. عمر. أحمد عامر. ولا زياد؟ انت حضرتك قلت زياد في الاول. زياد معايا. زياد معايا. هتقول الطالب دي الطالبين ولا الطالبين؟ الطالبين. جدع. يبقى الطالبين لانها مفعول به منصوب علامه نصبه الايه؟ الياء. يبقى كرم المعلم الايه؟ الطالبين. الايه؟ كرم المعلم. لا الطالبين دي خاطئه. خلاص كرم المعلم ومفروض الايه؟ طالبين. هنا الكلام اللي موجود دوت خطأ، المفروض ياء ونون في الايه؟ في الاخر. طيب سلم المعلم على، هنقول الايه؟ طالبين برضه من قبل الياء والايه والنون. خلاص عشان دي غلط برضه، دي خطأ ودي ايه؟ خطأ. خلاص كرم، المفروض كرم المعلم الطالبين وسلم المعلم على الايه؟ على الطالبين. طيب المهم بيقول لي ضاع مثنى. اياد محمد مصطفى. أيوة. اياد محمد مصطفى. ضاع مثنى مناسبا مكان النقط. قرأت في المكتبة. طبعا قرأ فعل ايه؟ فعل ماض. والتاء هنا تاء الايه؟ تاء الايه هنا؟ التاء دي تاء الفاعل، ضمير متصل بالايه؟ بالفعل. يبقى اللي هيجي على النقط دوت مفعول ايه؟ مفعول به. مفعول به. يبقى لابد ان ياتي بالياء والايه؟ والنون. يبقى قرات ممكن اقول كتابين، قصتين، او مجلتين. خلاص او مجلتين. بعد كده التدريب الثاني. مستر ممكن يحل لنا؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه يا ابني؟ انا اللي بيقول ممكن احل لنا. وانا مصر. سفيان احمد. اسلام. انا مصر. سفيان احمد. ايه؟ سفيان احمد. سفيان. صوب الخطا فيما تحت خط يا سفيان. التلميذان متفوقين. في خطا هنا في الجمله يا سفيان؟ ايه هو؟ المفروض تبقى متفوقان. لماذا؟ لانها تلميذان. لانها ايه؟ لانها خبر المبتدا اللي هو ايه؟ تلميذان. صح. يبقى الاجابه متفوقان لانها تعرب خبرا ايه؟ مستر ممكن احل؟ ممكن احل؟ لا انا هختار. انا عايز اجاوب. هختار. ياسين محمد. فين ياسين محمد نهاد؟ انا يلا ياسين. مستر خلاص هو الاجابه ايه؟ الاجابه ظهرت. ثانيه واحده. كرم المدير الطا. ما ينفعش اقول الطالبان بالالف والنون لان الطالبين دي ايه؟ الطالبان دي موقعها الاعرابي ايه يا بطل؟ مفعول به. يبقى لابد ان ايه؟ ان تنتهي بالياء والنون وليس بالالف والايه؟
لا والنون. رحب الوزير بالزائران. لا دي الكلمه دي اصلا موقعها لاعراب المفعول ايه؟ يبقى بالزائرين لانها تعرب ايه؟ اسم مجرور قصدي. بالزائرين دي ايوه قبلها حرف جر اللي هو الباء. مجرور اسم مجرور بالايه؟ بالباء وعلامه جره الايه؟ وعلامه جره الياء لانه مثنى. يا لانه مثنى. بعد كده رابعا عين المثنى واعربه في الجمل الاتيه. رايت الشجرتين في الحديقه. هتلاقي ان الشجرتين هنا خلاص مفعول ايه؟ مفعول به لان راى. راى فعل ايه؟ فاعل. نعم التاء دي هتبقى فاعل. ايوه دي التاء دي ضمير متصل بالفعل راى. خلاص راى خلاص فعل ايه؟ فعل ماض. والتاء تاء الفعل. والشجرتين مفعول به منصوب وعلامته نصبه الايه؟ الياء لانه مثنى. بعد كده المثال الثاني المدرسان حاضران. المدرسان ايه؟ حاضران. هتلاقي المدرسان دي خلاص جمله اسميه مكونه من ركنين اساسيين المبتدا والايه والخبر. المدرسان مبتدا مرفوع علامه ايه وعلامه رفعه الايه؟ الالف لانه مثنى. خلاص خبر مرفوع علامه ايه؟ بعد كده اخر ايه؟ بعد كده عندنا حضر التلميذان الحفل. التلميذان هنا فاعل مرفوع علامه رفعه الايه؟ الالف لانه ايه؟ مثنى. اعجبت بالشا ها بالشاهدين. خلاص بالشاهدين في قول الايه؟ يبقى اعجبت بالشاهدين في قول الحق. الشاهدين اسم مجرور بالايه؟ بالباء وعلامه جره الياء. مثنى. لا مثنى. طيب خلاص كده تعتبر احنا انتهينا من شرح الايه؟ الدرس. في اي مشكله؟ اي سؤال؟ لا لا يا مستر. لا يا مستر. كده كله تمام؟ كله تمام. ماشي. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دمتم في رعايه الله وامنه. اشكركم شكرا جزيلا. سلام. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.